اتولي كروشي سيرينا لتعليم الكروشي. اليوم باش نتعلموا مع بعضنا غرزة البريد دونك ريليف افون دونك اللي هي بالعربية اللي هي غرزة دونك العمود بلفة الأمامية دونك غرزة العمود بلفة الأمامية دونك السامبول نتاعها اللي هو الرمز نتاعها اللي هي بالطريقة هذه دونك هي غرزة العمود voilà bride relief avant ليه غرزة العمود الأمامية دونك هذه هي الغرزة نتاعنا لليوم دونك غرزة العمود الأمامية اللي هي البريد ريليف افون دونك لا غرزة العمود الأمامية هذه تنجم تخدم بالغرزة العمود بلفة بلفتين ثلاث لفات أربع لفات غرزة العمود دونك غرزة نص عمود كلهم يتخدموا بها دونك انا اليوم باش نوريه لكم على غرزة العمود بلفة دونك غرزة العمود بلفة الأمامية دونك كما العادة باش نخدموا النموذج نتاعنا نخدموا دونك العشرة سلسلة نتاعنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة باش ندورو كيما نخدمو العادة باش نخدمو السطر الأولاني عادي اللي هو عمود بلفة باش نخدمو سطرنا الأولاني اللي هو عبارة عن عمود بلفة هذا سطرنا الأولاني اللي هو عبارة عن عمود بلفة عادي معنا حتى تغيير الخدمة متاع العمود غرزة العمود الأمامية باش تبدأ في السطر اللي من بعد دونك لهنا نخدمو بصفة عادية السطر متاعنا حتى لين نكملوه بيان سور بوسكي هي غرزة عمود بلفة دونك باش تكون باش نرجعو للسطر دونك تكون طلوع بثلاثة سلسلة من بعد كيفاش باش تكون عملية غرزة العمود الأمامية تبعو معايا مليح لهنا دونك باش نعملو لفة تاع العمود نتاعنا كالعادة على الإبرة نتاعنا احنا في العادة ندخلو لهنا في الغرزة بصفة عادية لكن في غرزة العمود الأمامية باش ناخذو العمود هذايا نتاعنا الفوق بالطريقة هذه باش ناخذو العمود نتاعنا حناش باش ندخلو في وسط الغرزة باش نعديو الإبرة بين اثنين عواميد هذوما ندخلو الإبرة ونرجعو نخرجوها من الجهة الأخرى بين العمودين من الجهة الأخرى بالطريقة هذه دونك كيما قاعدين تشوفوا لهنا دونك طريقة بسيطة جدا نعاودوها نعمل اللفة نتاعنا نتاع العمود وندخل دونك في الفراغ هذايا اللي بين زوز عواميد محناش باش ندخلو في الغرزة نتاعنا المعتادة باش ندخلو في الفراغ هذايا بين زوز عواميد ونرجعو نخرجو دونك معناتها العمود هذا باش نهزوه فوق الإبرة كيما شوفو هنا من تالي فوالا العمود ولا فوق الإبرة من بعد نكملو نخدمو نرجعو نخرجو بالإبرة نتاعنا كملوا كاينا باش نخدموا غرزة عمود بلفة عادية كيما قاعدين تشوفوا لهنا عملت هذيك الخرجة نتاعها برابور على منتيلي مش تكون فما دخلة دونك نمشيو للغرزة اللي من بعدها بنفس الطريقة ناخذوا العمود كامل دونك الإبرة مش تعدى تحت العمود دونك باش ندخلوا نرجعوا نخرجوا بالإبرة وكملوا نخدموا كاينا باش نخدموا غرزة العمود بلفة بتاعنا نعمل لفة على الإبرة وندخلو بين زوز غرز ونرجعو نخرجو بين زوز غرز هذوما معناتها العمود هذايا باش نهزوه فوق الإبرة محناش ندخلو في الغرز هذوما دونك العمود باش ناخذوه فوق الإبرة كيما قاعدين تشوفو لهنا العمود خذيناه فوق الإبرة ومن بعد نكملو نخدمو خدمتنا
بصفة عادية، نخرجوا الغرزة بتاعنا، خرجوا باثنين غرزة العمود المعتادة. دونك نكملوا السطر هذيا باش نوريكم السطر اللي من بعد. باش ديما لازمكم ديما تقعدوا في نفس بالطريقة هذي. اخر واحده ما احناش باش نخدموها، باش نخدمو غرزة عمود عاديه باش نرجعو نطلعو بها. كيما تشوفوا لهنا هذيا الوجه نتاع الخدمه نتاعنا، كيما قاعدين تشوفوا لهنا هذا وجه الخدمه نتاعنا، وهذيا لقفه نتاع الخدمه نتاعنا كيفاش كان. فوالا عمل هذيا الحدبه هذيا صغرونه. كملوا ديما نخدموا بنفس الطريقه. دونك لهنا دونك كي باش نكمل الخدمه انا باش تقعد ديما من نفس الجهه، مش تولي غرزه عمود خلفيه، باش تقعد ديما نفس الجهه اللي هو درسنا نتاع المراه الجايه. دونك كيما شفنا لهنا هذه غرزه العمود الاماميه نتاعنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. ومبقى كي نقول لكم الى اللقاء في الحصه القادمه.